وبكره بمشيئه الله مشاهدينا الكرام الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. بالتاكيد قضايا مهمه للغايه هتفتح في هذا الاطار، لان اليمن جزء اصيل في دعم منظومه الامن في منطقه البحر الاحمر ودولنا العربيه بالتاكيد. اسمحوا لي على هذا الامر، بينضم لي عبر الهاتف وزير الخارجيه اليمني الدكتور خالد اليماني. يا معالي الوزير اهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياه في مصر. اهلا وسهلا بكم، شكرا اخي كمال وشكرا لقناه الحياه المصريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، مشرفني بالتاكيد. في البدايه اهم الملفات اللي هتبحث بكره بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد ربه منصور هادي. خلال القمه المصريه اليمنيه التي ستعقد يوم غد باذن الله، وجلسه المباحثات الرسميه التي ستجمع فخامه الرئيس عبد ربه منصور هادي لاخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعرفون ان هذه القمه تاتي تواصلا للحوار والتشاور الاستراتيجي الذي ينعقد دائما بين الرئيسين كلما سنحت لهم الفرصه، لان هموم اليمن ومشاكل اليمن تعني مصر لما قلته في مقدمه التقرير، لان اليمن جزء من العمق الاستراتيجي للامه العربيه ولمصر، يهمها الامن القومي العربي، وباعتبار منطقه جنوب البحر الاحمر هي جزء من النظر الاستراتيجي المصريه لامنها القومي ايضا. نعم. سيطلع فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجمل التطورات في اليمن، وتحديدا في الملف العسكري وتقدم الجبهات العسكرية في كل المحاور، في محور جنوب البحر الأحمر في المنطقة الغربية، وفي محور صعدة، وفي محور مارب سرواح، وفي محور البيضاء، وكل المحاور تتحرك اليوم للانقضاض النهائي للانجاز على مشروع ايران التوسعي في اليمن الذي تتبناه الميليشيات الحوثيه. وكما سيطلع فخامه الرئيس اخي فخامه الرئيس المصري على التطورات في الملف التفاوضي وجهود اليمن، وكما تعرفون ان فخامه الرئيس اليمني اكد مرارا على دعمه وتأييده لجهود السيد المبعوث الخاص للسيد الامين العام مارتن جريفيث الى اليمن، وحثه على التوصل والبحث في كل الوسائل للتوصل الى السلام المستدام مبني على المرجعيه الثابته في الازمه اليمنيه، وهي المبادره. طيب معالي الوزير، بالتاكيد الوضع في اليمن بيهمنا وبيهم كل مواطن عربي بكل تاكيد، ونرجو من الله أن يعود مرة أخرى اليمن يمنا سعيدا كما كان في السابق، ويعود الهدوء والاستقرار إلى اليمن، أهلنا طبعا في اليمن، ويعودوا مرة أخرى المهجرين أو المغتربين عن اليمن، يعودوا مرة أخرى إلى بلدهم سالمين غانمين. كيف تتابع التحديات الحوثية أو التهديدات الحوثية سواء في منطقة مضيق باب المندب للملاحة في البحر الأحمر، أو حتى للمملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ على المناطق والمدن السعودية؟ نعم. يعني في الأول أعرج قليلا على موضوع السبت إليه. ستكون مناسبة أن يجدد فخامة رئيس الجمهورية الشكر لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الحكومة المصرية وإلى كل الشعب المصري. يعني لكرمه ولتعاطيه مع اليمنيين باعتبار انهم امتداد للتاريخ المشترك والهم المشترك والعيش المشترك. لم يعامل اليمني، وهناك الالاف المؤلفه التي تعيش اليوم بين ظهراني اهلهم واخوانهم في مصر، على الرغم من كل الظروف الصعبه التي تمر فيها مصر، الا ان مصر كانت دائما سباقه الى تقديم يدها ومسجد الخير لكل العرب حتى في الظروف الاصعب التي واجهتها. اليوم هناك عشرات الالاف يسكنون في مصر ولم يعاملوا معامله اللاجئين، ولم يعاملوا معامله المهاجرين. هم اخوه كرام. معامله المواطنين، وهذا دأبنا في مصر التي كانت حاضنه لكل العرب وحاضنه لامال العرب.
فيما يتصل بالامن القومي العربي التي اشرت اليه في بدايه التقرير، وقلت ان مصر مهتمه جدا لكبح السياسه التوسعيه الايرانيه في المنطقه، ومصر يعنيها ان تتوقف الهجمات الصاروخيه ضد المنشات المدنيه، الهجمات الصاروخيه والصواريخ البالستيه التي تحصل عليها الميليشيات الحوثيه من ايران، والتي تهرب عبر ميناء الحديده. ومن هنا نقول بان تحرير ميناء الحديده يشكل امرا ضرورة وامرا استراتيجيا بالنسبه لاستعاده الدوله واستعاده الامن والاستقرار في منطقه جنوب البحر الاحمر، والا ستتعرض السفن الملاحيه في الممر الملاحي الدولي الى المزيد من الهجمات والاعتداءات. ستمارس ايران كما تمارس بلطجتها في مضيق هرمز، ستمارس هذه البلطجه عبر اذرعها الارهابيه في اليمن في منطقه جنوب البحر الاحمر وباب المندب. جزيل الشكر وزير الخارجية اليمني معالي الدكتور خالد اليماني، شكرا جزيلا يا فندم. وبالتأكيد كل أهالينا اليمنيين اللي موجودين في القاهرة أو في المحافظات المصرية هم بالتأكيد أخوة كرام وفوق الراس، وأهلا وسهلا بالتأكيد بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضيفا كريما على مصر في الغد بمشيئة الله.